جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الناس يضعون العصافير في الأقفاص لأجل الزينة وتسلية الأطفال، وكذلك يجلبون القطط لهذا الغرض، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ العصا والعصافير. العصافير. نعم. كثير من الناس يضعون العصافير في الأقفاص لأجل الزينة وتسلية للأطفال، وكذلك يجلبون القطط لهذا الغرض، فما الحكم؟ لا بأس بالاحتفال بالطيور والقطط والحيوانات من أجل الزينة، بشرط أن يقوم بمصالحها وبمنافعها، وأن يقوم بإطعامها وسقيها. قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة لها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دل على أنه لا بأس بإمساك الهرة أو الطيور لأجل الزينة أو لأجل منافع أخرى، لكن بشرط أن يقوم بإطعامها وسقيها وأن لا يعذبها. نعم.